صالح ولا راح نسامي وجايينك جايينك يا بشار الاسد انه الغوطة ما راح تركع ونقول له انه نحن باذن الله تعالى ايد وحده باذن الله جايينك على الاصل ان شاء الله رب العالمين. نحن في الغوطة الشرقيه اليد المسانده لاخواننا في حلب ان شاء الله سنكون ورقه ضغط على النظام واقرب سكين لحلق النظام ستكون الغوطة الشرقيه باذن الله.